وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من لوساكا عاصمة زامبيا مفادة إكسترا نيوز إلى هناك دانا مدحت. إليك دانا. اهلا بك ياسر، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. بالفعل كنا نتابع منذ لحظات قليله انعقاد جلسه التي تجمع زعماء الدول الاعضاء في الكوميسا السوق المشتركه لشرق وجنوب القاره الافريقيه. في بدايه هذه الجلسه مشاهدينا الكرام كان هناك كلمه لرئيس جمهوريه زامبيا هاكينتي هيشيما الذي قال وتحدث عن الانجازات المصريه واشاد بالانجازات المصريه خلال رئاسه مصر للكوميسا وانجازات السيد الرئيس والدوله المصريه ايضا على الصعيد الإفريقي ودفع جهود التنمية في القارة الإفريقية وصون السلم والأمن في الأقليم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحدث وفي بداية حديثه أشاد بسعادته الكبيرة للمشاركة في هذه القمة 22 للكوميسا السوق المشتركة لشرق وجنوب القارة الإفريقية، وأشاد أيضا وأبدى سعادته الكبيرة عن رئاسة مصر للكوميسا في العامين الماضيين. تحدث مشاهدينا الكرام السيد الرئيس عن الأولويات التي وضعتها الدولة المصرية في رئاستها للكوميسا والتي جاءت في المقدمة مسألة تعزيز ورفع معدلات النمو الاقتصادي والدفع بعملية الصون السلم والأمن في الأقليم. تحدث أيضا السيد الرئيس أن هذه الأهداف والأولويات للدولة المصرية في رئاستها للكوميسا ياسر كانت عن طريق عدد كبير من العوامل، من حيث إنجاز متطلبات التكامل التجاري والإقليمي في المنطقة وحتى العمل على إلغاء كل الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية وإنهائها في نهاية المطاف. تم الحديث أيضا من قبل السيد الرئيس بأن الدولة المصرية خلال رئاستها للكوميسا الحقيقة أن هي كثفت مسألة كل التكامل أو التركيز على مسألة التكامل الصناعي مع التجمعات الإقليمية الثلاث والتعاون مع التجمعات الإقليمية الثلاث، سواء كانت ياسر الكوميسا أو حتى جماعة شرق إفريقيا أو جمعية التنمية الإفريقية الجنوبية سادك. وأيضا تم أيضا في خلال رئاسة مصر للكوميسا في العامين الماضيين تمت إعادة ترسيم خريطة التجارة البينية في الدولة المصرية وفي القارة الإفريقية، وكان هذا عن طريق عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات التبادل التجاري ما بين الدولة المصرية وحتى كل الدول الأعضاء في الكوميسا والتي وصلت إلى حوالي 13 مليار دولار في خلال ترأس مصر إلى الكوميسا، وهي أعلى نسبة وأعلى رقم وصلت إليه الدول الأفريقية والكوميسا منذ رئاسة مصر للكوميسا. تحدث أيضا السيد الرئيس بأن الدولة المصرية أولت اهتمام الحقيقة كبير جدا بقطاع الصحة في كل الدول الإفريقية، لذلك قدم السيد الرئيس وقدمت الدولة المصرية مقترحا بإنشاء لجنة للصحة، ولذلك ركزت أيضا مصر في هذه الفترة على صناعة كل الأدوية واللقاحات التي تنتج من قبل الدول الإفريقية. مصر في أزمة كورونا كما تعلم ياسر استطاعت أن تواجه هذه الأزمة وهذه التحديات وأزمة كورونا، استطاعت أن تحافظ على معدلات نمو إيجابية في نفس الوقت تحافظ على حياة المواطن المصري، وركزت أيضا على إنتاج اللقاحات المحلية. في حديث أيضا السيد الرئيس تحدث وذكر بأن سد جوليوس نريري والذي تم إنشاؤه في هذه الفترة هو بأيادي مصرية وتنزانية ووفق أيضا مقاييس عالمية كبيرة. تحدث أيضا السيد الرئيس على أن سيكون هناك في الفترة القادمة مزيد من التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والعابرة للحدود وحتى على مشروعات الربط، لأنه ياسر كما تعلم يمكن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وخلال التسع سنوات الماضية حجم المشروعات التنموية المصرية الهائلة والضخمة والكبيرة جدا في القارة الإفريقية هي لا تعد ولا تحصى، مشروعات الربط ما بين مصر والقارة الإفريقية. في مقدمة هذه المشاريع طبعا القاهرة كيب تاون يأتي بعدها طبعا مشروع الربط الكهربائي ما بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. هناك أيضا مشروع الربط مائي الذي يربط ما بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا. الكل هنا يتحدث يمكن ياسر ويشيد بالدور المصري الكبير سواء في رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 أو حتى في رئاسة مصر الثانية للكوميسا اللي أطلق فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة الكوميسا متوسطة المدى. خلينا نتكلم بأنه الدولة المصرية الحقيقة خلال الفترة الماضية تابعت
بجدية وبإيجابية وبشكل قوي كل التطورات التي تطرأ على القارة، في حين أن السيد الرئيس عقد العديد من الزيارات المتبادلة ولقاءات رفيعة المستوى ولقاء عدد كبير جدا من المسؤولين الأفارقة. كل هذه الزيارات يمكن ياسر الحقيقة أن هي نتج عنها توقيع عدد كبير جدا من الاتفاقيات الثنائية على مستوى كل المجالات وفي كل القطاعات، لكن في حين يتجه طبعا قطار التنمية في مصر وجهود القيادة السياسية في مقدمتها السيد الرئيس صوب الجمهورية الجديدة، يبقى دائما الحقيقة أنه مصالح القارة الإفريقية وتحقيق متطلبات وتطلعات شعوب القارة الإفريقية وتحقيق التنمية في القارة يأتي دائما على رأس أولويات السيد الرئيس في علاقاته الخارجية. خلينا نتحدث أيضا عن نقطة تانية ياسر، يمكن اليوم تعقد جلسة زعماء الدول الأعضاء في الكوميسا وهو السوق الأكبر للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية والذي يضم 21 دولة أفريقية. نتحدث أيضا عن جلسات التي تمت سواء كانت بالأمس أو أول أمس. أول أمس كان هناك جلسة هامة جدا تجمع كل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الكوميسا، تحدثوا عن عدد كبير جدا من النقاط في مقدمة هذه النقاط، مسألة صون السلم والأمن والذي تحدث أيضا عنها السيد الرئيس اليوم، وهي مسألة أزمة السودان أنها يجب أن تأتي دائما في أولويات كل الدول الأعضاء والدول الأعضاء في الكوميسا والسوق المشتركة لشرق وجنوب القارة الإفريقية، وأنه لا يمكن تحقيق تكامل اقتصادي إلا من دون التأكيد على مسألة نشر السلم والأمن في الإقليم. بالنسبة لجلسات التفاعلية التي عقدت بالأمس ياسر، كان هناك ثلاث جلسات الحقيقة هي أيضا تمهيد هدية للجلسة الهامة اليوم التي تجمع زعماء الدول الأعضاء في الكوميسا. ثلاث جلسات الحقيقة، أول جلستين كانت تتمحور حول القطاع العام والحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكن موضوع نقاش الجلسة الأولى كان هو عن تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وبناء القدرات للمنتجين. أما بالنسبة للجلسة الثانية التي عقدت بالأمس وهي كانت هامة للغاية، كانت تتمحور حول مسألة تعزيز تجارة الأغذية ومشاكل وسد فجوة الفرص في الأسواق. أما الجلسة الثالثة كانت هي يعني مشاهدينا الكرام المائدة المستديرة الرئاسية والتي تم فيها نقاش عدد كبير وكثير من الأمور، كان في مقدمة هذه الأمور مسألة التعجيل بتعافي كل الدول الأعضاء من فيروس كورونا. الحقيقة أنه تاريخ إنشاء الكوميسا ياسر يعود إلى عام 1994 وبتحديد في شهر ديسمبر لعام 1994 كمنظمة تتألف من عدد كبير من الدول المستقلة ذات السيادة. هذه الدول الحقيقة أنها اتفقت فيما بينها واتفقت على مزيد من التعاون بما يعود بالنفع على كل مواطني وشعوب القارة الإفريقية. نعم. هناك أيضا العديد من الأمور التي تم التركيز عليها الآن وفي عجالة طبعا ياسر اليوم، مسألة البنية التحتية واللوجستيات، لأنه كما تعلم يمكن مصر بذلت جهد حثيث وكبير في هذا الملف وفي هذا الأمر وفي هذه النقطة بالتحديد لتوفير يعني سرعة في التنقلات ما بين الأفراد والخدمات والبضائع ما بين كل الدول الأفريقية. تم التركيز أيضا خلال الجلسات وخلال اليوم على مسألة موائمة سياسات الاقتصاد كلي وسياسات المصرفية والمالية بحيث أنها تكون أكثر تناسقا والبنية التحتية تكون أيضا أكثر موثوقية. أخيرا يمكن ياسر تم الحديث من قبل رئيس كينيا اليوم، تحدث بأنه سيكون هناك قمة مناخية ستعقد في 5 سبتمبر القادم، ودعا طبعا فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من زعماء الدول الأعضاء في الكوميسا. سنوفيكم بكل ما هو جديد بالتأكيد ياسر على مدار الساعات القادمة وأيضا الدقائق القادمة. أنا بشكرك. إذن شكرا جزيلا لك مفادة إكسترا نيوز دانا مدحت من العاصمة لوساكا عاصمة زامبيا.